استنفروا ويتوجوا الجيش في مناطقكم. في زول برفض؟ ما في زول برفض. نعم الحرب دي تنتهي، لكن في ظل هيمتي كان قاعد وكان هما الجيش تقدر تقول الكلام ده؟ ومش شلتوك الليله قبال بكره يا زول. هو الشغله بتاع الانتهازيه وبتاع الوسخ ده احنا القرف ده ما بنفهم معناه زول. ما انا زي ذكرت لك هسي قبل شويه في القبيله دي ذاتها المستفيدين 10% 90% من اي قبيله في السودان مضره. ال 10% دول بيسوقوا لك ال 90%، وده الامور ده كلكم كشعب سوداني ما بوديكم قدام. ما في زول يجي يتحكم في التواصل الاجتماعي ده ويجي يخمكم كده بالخلص اكد دج زي ده. ونحن والله انا شخصيا اي زول جاي يتكلم بس بعين من عيونه ومن طريقه كلامه، وليه يتكلم الكلام ده بالتحديد الوقت ده يتكلم ومصلحته في الكلام ده شنو؟ وليه قال كده؟ وعشان شنو؟ بجري وراه زي ده. شفت الفيديو حقه ده 10 دقيقه بشاهده بعرف الزول ده نواياه وبرنامجه وخطته. شوف الفيديوهات بتاعت كل النشطاء التابعين للحركات المسلحه، اي فيديو يطلعوه انت حلل الفيديو ده، ما بيتكلم الا لمصالح حركاته فقط. ما زي الزول المستقل، الزول المستقل ده بدوك شريك وغريب وجنوب وشمال. اي رقعه جغرافيه حصل له مشكله بيجي بطلع رايف وبيتكلم فيه بالشهود والادله. لكن كل النشطاء شماليين على دارفورين على زفتطين على خارة على بتيخ، كل حركات مسلحة منتمين لأحزاب قرطونية ومنتمين لعفن وريمم، نادر منهم تلقى الدور المستقل على مستوى التواصل الاجتماعي والتيك توك والتفاصيل ده كله. منو عنده دين كده داري يجي يقف مع أهله قلبا وقالبا؟ منو داري يجي يشتغل لله كده؟ منو داري يجي يشتغل لله كده بس؟ يقعد ساعة كده بس في الكرسي ده يجي يتكلم ساعة كده بس عشان يوري الناس واحد اثنين ثلاثة، وهو ما في وما عنده مصلحة في الموضوع ده. منو؟ ده منو ده؟ كلام فارغ ساكت يا زول هوي. يا زول هوي، يا زول هوي، لساننا طويلة يا زول هوي. والله يا زول قال احنا شايفينك شايفك لكن بسكت. بقول له يا زول ده خلينا اديه جانس يا زول اديه بس. يوم بيجي كده انا بركب راس بالبوله، يوم كده انا بجي بدق لك بس اصبر بس خليه بس. كلكم جميع هنا كلكم جد على بكرة ابيكم. شوف انا داير اقول لك حاجه، البرهان اتكلم كثير في موضوع بتاع الفور والمساليب، داير استعطفهم طبعا. انا داير اديك حاجه كده من الاسرار يا برهان، دي لازم تخطها كويس، دي لازم تخطها. لا انت مستقل ما تجي تتكلم في الميديا وبعد ذاك نجي نشوفك بعد 100 لايف. انا عندي 1000 وشويه، 100 بس، 100 لايف نحلل ال 100 لايف وطريقه كلامك. بعد ذاك بنعرفك الحزين الحال وباين حتى لو الناس تعاين. تمام؟ بنعرفك، والله انا قايل لك كده ده شغل يعني يا زلمه، ستيك. فالبرهان داير يستعطف الناس، اذا كان داير تستعطف الناس الليله، انت لو في خير نحن ما طلبنا الذخيره والسلاح وطلبنا الطيران انه يجي ينقصنا في الجنان، انت ما اديتنا. ما اديتنا، وطلعت المساليد والزغاوة، اي الزغاوة عفوا، المساليد والفور طلعتهم انه ديل هم فاض ضربوهم، ولكن طلعتهم ما سودانيين. ده في طريقة كلامك. انه ناس الخرطوم هم سودانيين، والله ناس الخرطوم اقسم بالله جو مش لاجئين. والله ما نديهم اسم ذات، نطلعهم من كلمة لجوء ونزوء، نديهم اسم ثاني ذات. مشردين ولا ما عارف زي الغجر ولا المهم تباليت في مخك ولا شنو. فداير يجي يستعطفهم الليله، والزول ما عنده خير ما بكون عنده خير الليله. لو الزول عنده خير بكون عنده خير من زمان. نحن ما طالبنا عديل. الليله داير يجي يستعطف الناس وفي الامم المتحده وقدام الناس ايوه، وضربوا لناي وضربوه 20 سنه 20 سنه هو قاعد يقتل ويغتصب وبتاع. الليله بقت في عكر دارك، بقت لك حاره، بقت لك مره، ودار اديك حاجه كده يا برهان، نحطها كده في فانيلتك. السلطان دار مساليب وده سلطان لكل المنطقه، والناس عندهم فيه راي، ديك تاخ لكن خاتينه رمزيه رمزيه. عارف الرمزيه؟ بس يا جماعه زول خلوه رمزي رمزي بس. كمال نجيب واحد خيره. الوالي بفوت والولايه قاعده، شفتها يوم الولايه رحلت من الدنيا، الرقعه بتاع الجغرافيه بتاع الولايه دي رحلت من الدنيا، بلعات الوطن شفتها. الولايه تكون باقيه، الوالي يسقط، يسقط الوالي
الولاية قال السلطنة تكون فرق بين السلطنة والسلطان. المنطقة دي سلطنة وبيجي سلطان، المنطقة دي في ولاية وبيجي الوالي، يسقط الوالي وتبقى الولاية، يسقط السلطان ويجي سلطان جديد والسلطنة باقية، السلطنة تكون موجودة مظلة رمز. ناس عندهم في رأي لكن خاتين رمز بس ما أدري يتكلم فيه. لو هو كان عنده صوت وكده ما كان نحن متنا، لو عنده صوت وكده ما كان قاعد مع الجنجويد. شوف أنا داري أقول لك حاجة، الزول اللي قاعد مع الجنجويد ده ممكن يقعد معاهم الليلة وبكرة بعد بكرة ويضربهم ضربة من حديد زي ده يغدرهم غدر كده، شفته غدر زي الغدر، شفته ما ينسى عمره ما ينسى كويس. لكن كونك انت تقعد معه وتاكل معه وتتغدى معه وتتعشى معه ويقتل يمشي مستريح يدق الناس، يمشي 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 كريني يدق الناس، يمشي كريندين يدق الناس، 1 و 2 يدق الناس، وانت تقعد معه حميد تيجي تستقبل وتقعد معه وتاكل معه وتتغدى معه وتتعشى معه. يا بابا انت هنا ما عندك، انت هنا ما عندك، انت لو عندك ذره بتاع الدين هنا في المحل ده قسما بالله الطفل والله العظيم ربنا يشهد انا ابوي الله يرحمه ويجعله من اصحاب اليمين وانا طبق الاصل من ابوي. انا ما جيت ساكت، انا الكلام ده ما شلته ساكت، انا ما جبته ساكت، انا الشغله دي الشهامه دي ما جبتها ساكت، ما لقيتها الفي والدك بقلدك الكلام ده شلناه من ابهاتنا والله. الدنيا عيد ابوي بكسينا اثنين اثنين الله يرحمه. لو شاف طبعا البنات بيشتروا لهم نظام فنيله كده يعني عبايه كده ولا جلباب نظام فنيله، جلباب الفنيله دي تلقى شافها كده عمرها يعني 5 سنة 6 سنة، اهلهم ما مقتدرين ما عندهم قروش ان يقدر يكسوهم، فالبنيه لما تقعد كتير وبيلعبوا السيجه دي ولا اللي اسمها بالحجاره ده اسمها شنو نسيتها، فبيقعدوا في الوطن البنات كتير فتحت هنا الفنيله دي بتنقد تحت من تحت كده. فابوي لما يعين لهم بيقوم بيشتري لهم البنات الحدوم المقدقده دي بيشتري لهم بيمنعنا نحن، بقول لنا غسلوا ملابسكم القديمه عيدوا بقى، ما انتوا عندكم ملابس قديمه كثيره وسمها واذا رمضان كسيتكم البسوا هدوم اذا رمضان وعيدوا بقى. والضحيه والضحيه دي انا ما عندي لكم قروش، دير نكسي ناس فلان وفلان وفلان، ما ممكن بنات ماشيين في الشارع وحنايتهم تحت مبدود، ما بقبل انا الكلام ده، ده دين ده اخلاق والله اخلاقي وديني ما بيخليني انه انا زول ابن ادم يكون جان قاعد في الطريق كده والله في الاتحاد الاوروبي الا اشتري له اكل ياكل، والله ما اخليه والله ما افوته. كيف زول يعاين اهله قاعدين في معسكر في معسكر وفي الجنينه ومدين ابو اهلهم طالع ما يقف معهم؟ والله انا عبيد، والله انا والي عبيد الجنجويد عباده، والله يمسهم من الوجود. انت بليد ولا شنو يا زول؟ انا امشي انوم في بيتنا اشوف اهلي يا اخي حمام واحد يخش فيه قريب 6 7 مرات ينتظروا صف، والله انا والي اسرق الولايه اهلي ياكلوا، والله انا والي اسلهم من الشيطان الرجيم، اجيب سلاح من تجارته، والله اجيب سلاح من الجن الاحمر ذات، والله اجيب السلاح من اسرائيل ذات. تقول لي انا اجيب مع خميس والله ما اجيب، الدير طق راسه في الهيطه طق والدير ينجن ينجن والدير يموت بموت، دي ما شغلتي انا يا زول. ما ممكن، اوي حبيب الله يرضى عليك. لا من عنده دين، لا جبريل عنده دين، لا عندهم ناس بتاعت مصلحجية وما عندهم أخلاق وما عندهم شرف وما عندهم كرامة، نتمنى موتهم مع البرهان الليلة وقبال بكرة. فيني ساكت يا زول، وقسما بالله الزول اللي عنده شرف وعنده كرامة زي عبد الواحد ده يا أخي أنت ما مسكين. وجزء من الناس سفل الملايين التابعين لعبد الواحد والله ما قاعدين يتكلموا إلا لما جو في الاتحاد الأوروبي وفاتوا إسرائيل وفاتوا أمريكا وصحتهم بقت عملوا عبشراطيم وملوا ثلاجاتهم فتحوا الكاميرا ده قاعد يقلوا ادبهم هنا. انا اتحداهم خليه يمشوا الواطه هناك ويقعدوا مع الناس هناك في الواطه وخليه يتفاصحوا كده. والله انا بعرف ناس كانوا تابعين لليو بي اف او كانوا تابعين للحركه انفصلوا منه، مصطفى طمور ده ما تابع له وكميه من اولاد الفور انفصلوا منه. ليه؟ لانه الواقع ما ممكن سنه فيه 360 يوم ما في ما في حمايه. انا الليله من قبيلة فلان زيد أو إبيد في أكثر من 20 30 40 قبيلة، أنا بلوم قبيلتي ليه قبيلتي ما قدرت تتفق مع باقي الناس دي يكونوا كتلة واحدة عشان ينظفوا الوطن؟ الإنسان ده ما بيفهم
الحمار نحن بنشده مويه من الوادي لما يجي لما يجي لما يجي البيت اربع خمسه مرات لو جديد لو فكناه من الوادي من الوادي بيجي البيت برا. الناس لو عندهم شرف وعندهم دين الليله فرنسا دي اكثر بلد بتديك سلاح اكثر بلد اخدت لك دق وانا قاعد في فرنسا اقطع المقطع دي وصلوا اليوم اكثر بلد بتديك سلاح بمصلحه. عبد الواحد عنده وراك 10 سنه مضخه زي الحمار المدغلق كل قد علف 10 سنوات ما قادر تشيل سلاح من الفرنسيين سلحنا كلنا نحن وقت ده كان اتكلمنا فيه وقت ده قلنا له حاجه حباب النافع في زول يوم اتكلم في دكتور خليل في زول يوم قال لي دكتور خليل ده انت صفتك ولا كده ولا بتاع ان شاء الله مش قوس ولا اسلامي ولا زفت الطين مش كان بحررنا من الجنجويد الجنجويد ذاته كان يحترم نفسه ويعيشوا معانا قصبا عن ابواله مش الكلام ده كان بيظبط لو كان حي الليله زول قاعد 10 سنوات مع فرنسا بيقاول للرئيس الفرنسي فيستي فيستي ما قادر يشيل منه طلقه واحده ده ابن ادم يعني انا اتحدى اي فوراوي قاعد في المعسكرات الليله تشوف امك اختصبها قدامك اختك اختصبها قدامك مرتك اختصبها قدامك دقوك قتلوك بشتنوك اخشف الزراعه ما تقدر تتكلم اهانه النسوان بدقوا طوب بشتنه بتاع عليك دينك لو قاعد في الوطن هنا انا اتحداهم لكن بس عشان ما هددنهم بالقتل في ناس في زول بقدر في زول بيسمع ثاني بيقول لك لعبد الواحد يا اخي خلينا من عبد الواحد ابوك ده قريب ولا عبد الواحد قريب؟ ابوك كده القبيله اقرب ولا امك اقرب؟ القبيلة بعيد كل البعد من أمك يا زول عبد الواحد بعيد كل البعد من أبوك أبوك ده لو شرد خلاكم وأمك ربتك أنت ممكن من باب الاحترام إنه أبوك يتزوج أمك ولدك تحترمه يبلغن أحدكم الكبر وكلاهما بجناح الظل من الرحمة وقف جناح الظل قل ربي أرحمهما كما ربياني صغير لكن بتاعين ليفل إيه المجردة إنه أبوكم ده كان زمان شرد بك جبان أبوك ده ابوك بقى جبان شرد خلى امك اتمرمطت برا وربتك ما, ما ما بس من باب الابوه لكن ما محترم في البيت ما محترم زول 20 سنه يجري يخلينا نحن ياكل لو يا اخي الزول المناضل والزول اللي عنده دين والزول اللي عنده احساس والزول اللي قلبه رهيف والزول اللي عنده عواطف وزول اللي عنده شعور اتجاه الناس معروف سلفاكير حسي ما عارف معروف جاو شنو سلفاكير ده زمان الحرب حسي طبعا زي همتي لخبطوا الناس مخه كده وطقوا شتته كويس ذاته حلو شديد سلفاكير ده امشي شوف صورته القديمه انا ما بقول لك سلفاكير مثلا كويس ولا طيب لا 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 بس انا داير عين سلفاكير زمان الحرب حسي اكتب في اليوتيوب انه سلفاكير زمان الحرب اكتب اي حاجه بس الفاكر كده قسما بالله لو رفع قميصه كده تخط هنا بروى صابونه تشيل حجر قدر ده تخطها هنا شفتها في الترقوعه دي تخطها هنا ده الزول اللي عنده حم ده الزول اللي عنده غم للناس ده الزول اللي بيحس بعلام الناس ده الزول المسؤول من الناس لما يعاين فيديو زي ده بدمع انت ما تفتكرنا ان احنا ما قاعدين نبكي مره واحد بس بكينا قدام الكاميرا لانه ذاته الزول لما تجي تبكي قدام الكاميرا بعد ده الناس اللي وراك يعملوا شنو ورا الكاميرا فلازم تكون ثابت لكن احنا لما نقفل الكاميرا بنعاين فيديوهات بنبكي بيدمونا اكيد طبعا قلبنا بيشفق على حالنا نبكي لكن ما دارين نجي عشان نوري ضعفنا قدام الكاميرا للناس عشان يضحكوا الاعداء حقنا زول لو عنده رحمه في قلبه وهو مسؤول ما ممكن يعمل 500 طبقه هنا زي ده لا انا قصدي للزول المسؤول انا ما قصدي لعامه الناس عامه الناس تشحم تلقى سمين تلقى بشرادين ده مشكلتك ده ما حاجه بترجع لك لكن زول مسؤول من الناس وناس بيموتوا وبانه من الاسهالات المائيه للاطفال كويس من الرمد بتاع العيون كويس انت ما موفر لهم ولا حاجه ولا قدرت تضغط المنظمات خليتهم بالزاد الفور شفت الفور؟ الفور ده لانهم حواكيرهم في نص دارفور اكثر ناس ماتوا واكثر ناس اتضرروا اي زول شوف بالذات المناطق بتاع الجنينه والمناطق الحدوديه الان قاعدين في تشات يمكن الفراوي ده الا يحرب يمشي مثلا جنوب السودان او يمشي اوغندا او يمشي مثلا الخرطوم او يمشي حلفة او يمشي اي محل او يمشي مصر الفراوي ده قاعد في النص حواكيره في النص ده يعني كميه الاهانه والذل والرمد بتاع العيون يا زول
انت الفيديو ده ما بجيك انت كمشغول كده بجيك انا طوالي يعني كان شهر شهرين ثلاثة شهور طوالي هنا طوالي انا بيصرف انا بيصرف بخاطب اهل الاقليم يا جماعة هو السلام عليكم لا اله الا الله محمد رسول الله يا جماعة والله الشغلة دي بتمشي قدام نحن الامم المتحدة ما بحل لنا مشكلتنا ولا اليونيميت بحل لنا مشكلتنا ولا الاتحاد الاوروبي بحل لنا المشكلة وفق في المحكمة الجنائية وطفيو ما بحل لنا مشكلتنا هو يا نزار فور تعالوا جد نحن والله خير القتال ما عندنا اي حل ان شاء الله نعمل كلنا نلقى مسلحين 2 مليون 3 مليون تمام حبيبنا الله يرضى عليك شوف انا داير اقول لك حاجه ما ده الحقيقه انا الان في حاجه انت لازم تعرفها الجنجويتي ممكن اكثر منك الان الجنجويتي متمكن اكثر منك انت بالذات الزور اللي قاعد في النص انت الدائره بتاعت نياله ما حقتك ما عندك فيها نصيب ما بتقدر بغادي بالضئين وبكده وبامدا فوق وتمشي افريقيا الوسطى انت ما عندك حاجه الطريقه اللي جايه ده هنا اتجاه الجنين انت ما عندك فيه حاجه علاقاتك مع جبل مول ما حلوه تمام بهنا الفاشر ما عندك فيه حاجه انت قاعد في النص هنا في المحله دي من زالنجي لغاية الجبل لغاية تجي اتجاه هنا ويس تمشي بشعر بيته بتاعت كورولي تمشي لغاية قريب نيالة شفت الرقعة الجغرافية دي ده محلك هنا انت في المحل ده انت هنا الان مستوى طنبور عمل علاقات قبال ما يعلن انه مع الجيش عمل علاقات مع الجيش الجيش هنا بيشتغل معه بتعليمات ما هو يعني ما حركة هور ما حركة نشطة هور مني أركم الناوي الان هو موقع سلام وعنده حريه عنده حريه التنقل وممكن يرفض يقول لا ويقول اي لكن انت في المحل ده انت مكبوت انت محتاج لعلاقات والعلاقات ده ما بتجي الا بالاتجاه الغربي منك عشان توصلك هنا يعني انت عشان توصل المحل دي انت دار علاقات يلا انت العادي ممكن تعمل علاقات اكثر ناس تعمل علاقات مع ناس جبل مون ممكن تدريباتك اسلحتك حاجاتك في جبل مون وتنطلق من جبل مون وتمسح الاخضر واليابس لكن طول ما انت ترجع للزول اللي اغتصبك وقتلك نحن كان لما طلبنا من الجيش انه يدينا السلاح ما حبا في الجيش عشان يدينا السلاح لانه السلاح ده ما حق امهم البرهان ولا حق ابوهم بل نحمي نفسنا ونحمي البوابه الخلفيه بس ما عندنا معه حاجه ما ممكن انا عشان كده البرهان رفض يدينا سلاح انه يدينا سلاح الا نحن نكون في امرته الا نحن نكون نجي عبر الاستنفار الا نجي عبر مثلا يعني نتجند معه بنمر عسكريه وكمكوت ولا وكما كنت وكده ما تري الدين نحن زي الجنجويد قدام ما تري الدين تمام فانت في قبضه البرهان عباره مستوى طنبور عباره عن عسكري لا نو خلي خطه بتاع والتعليمات البرهان بيجي من وين؟ بيجي من الامارات بيجي من مصر بيجي من السعوديه بيجي من الامم المتحده وبيجي من الاتحاد الاوروبي ما تسوي كده ما تدقوا ديره ما تسوي كده انت بعد شويه حتفوت منه لانه بتشوف الاغتصاب والقتل والتشريد والقمع في اهل لانه انت طول ما البندقيه عندك انت داير لاكل محتاج لتموين اكل محتاج لشراب محتاج ل حتى قروش شويه كويس تقدر الناس دي عندها اولاد تصرف حالها محتاج لبنزين في العربات دي محتاج لتغيير بتاع الاسبيرات محتاج لذخيره محتاج انك انت تتنقل بكل اريحيه محتاج انت الجنجويد ده تمسح فيه من الاخضر واليابس ما بدوك الا تعليمات الليله حسي خليه يخش المعارك وما خش والجنجويد متمكنين سلاح من النيجر بجيم من تشاد بجيم من 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 افريقيا الوسطى بجيم من الله يدينا اسمه من 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 بتاع الدعم السريع اللافي ده بجيم من الضعيم بجيم من ليبيا بجيم انت ما عندك انت الان الاراضي لما من تشعب من ليبيا تتحرك عشان بسلاحك تجي خاشي بتقع في الاراضي شنو الاراضي التشاديه التشاديين ما بخلوك تخش ما بخلوك تخش الا تعمل صفقه معهم تعمل صفقه معهم عديل تضيم اضم كده الكرك يكسروه كده بعد دقه هناي تجي خاشي بين بيطينه طينه عندها ناس انت متفق معهم خلاص ما متفق معاه ما بخلوك تمر
انت مكبوت، انت قاعد كده، انت 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 قاعد في الجزيره، انت قاعد في بريطانيا، وبريطانيا طالعه من الاتحاد الاوروبي، يعني انت الا تمشي بفيزا، ما زي الزول اللي قاعد في الاتحاد الاوروبي هنا، الا بريطانيا ترجع. انت قاعد في مالطا نص البحر، ما بتجي هنا في الاتحاد الاوروبي الا بالشانس. وما الفور بران بس قاعدين هناك في المحل ده، حتى في قبائل كثير، الفلاته قاعدين، الداجو قاعدين بتاع. لا بس انا بحكي لك انهم ديرك برنامجهم سيستمهم كيف انا ما بعرف، انا بحكي لك ان مصطفى طنبور الخشة مع الجيش، اديك العقده من الاخر عشان ما تفرع كثير. اظن ده داير شغل ثقيل يا بابا، يا روح امك داير شغل يا بابا. خلينا من الشغل بتاع المحاترات وبتاع، بنتكلم بالمنطقه الليله والحجه والبراهين. كويس؟ والكلام ده احنا قلناه، الوحده دي لما قلنا توحيد الزرقاء توحيد الزرقاء، الكلام ده قلناه ليه؟ الكلام ده قلناه والناس رفضونا، لا لا انت كده، انت ضد قبيلتي، انت ضد الفور، انت ضد عبد الواحد، انت ضد فلان، انت ضدنا، ضد الزغاوه، ضد فلان، تضرب حبوب الله يرضى عليك، اصلا شغلت الوساخه والخسارة.